وفي مواجهة أخرى يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا للغاية على مضيف إشبيلية الإسباني، ويأمل السيتي بانتزاع النقاط الثلاث الكاملة رغم صعوبة المهمة في ظل غياب عدد من أبرز لاعبيه. لدينا عدد لا بأس به من الإصابات، بكل تأكيد غياب أغويرو وسيلفا وسمير نصري أمر ليس بالإيجابي، ولكن أثق بقدرة عناصر الفريق على تقديم أفضل ما لديهم لتعويض الغائبين. وفي أبرز بقية مباريات اليوم، يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه سياسكا موسكو على ملعب أولد ترافورد، بينما يرحل يوفنتوس الإيطالي إلى ألمانيا في مواجهة صعبة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.